التواصل يستمر والأشواط تتوالى بالانطلاق في صباح هذا اليوم مع سن اللقاية ومع تمهيدي المرموم انطلاقاته وتحدياته. الأثار حاضرة دائما والتنافسات على أرضية هذا الميدان وشاشة دبي ريسنج مشاهدينا الأعزاء في هذه الانطلاقات. انطلق بحفظ الله ورعايته قبل قليل هذا الشوط وهو الشوط الحادي عشر الخاص بأشواط اللقاية، خاص هذا الشوط بالمحليات الأصايل الجعدان اللقاية التي تتنافس على شرف الناموس والفوز. نسير مباشرة إلى المراكز الأولى وهذا حشيم على مقدمة الشوط، سلطان بسيبة معضد المشغوني يقدم حشيم على المركز الأول، المركز الثاني وهذا شاهين علي بن عبيد بن سعيد الخاطري على ثاني المراكز، المركز الثالث مجاهد في المركز الثالث يمع بن سعيد بن علي الرزي يأتي في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. بينما هناك هذا يأتي في المركز الرابع وهذا شعار خليفة بالصرف المرر يتقدم الصارم في هذه اللحظات. بين هناك شاهين لسعيد بالصغير بن قنون الاكتبي يتقدم في المركز الخامس، المركز السادس، سادس المراكز وهذا يتواجد مشاهدي الاعزاء ليمع بن سعيد بن علي الزرعي الذي يتقدم في هذه اللحظة. وأيضا هناك المركز السابع نكمل النداء وسابع المراكز أشقر خليفة بن حمد بن سالم الاكتبي، المركز الثامن من الجانب الآخر ياتينا مشاهدي الأعزاء هذا أيضا أشقر يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم حمد بن خليفة بن علي بن عبيد الغفلي ياتي بهذا الانطلاق وأيضا دخول من باشر في هذه اللحظة ضاحي بن يمع بسعيد العميمي، والمركز العاشر يتواجد فيه الذيب لسيف بن محمد بن سالم الدرعي. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط في هذا الاندفاع مع الجعدان مع شوطنا الحادي عشر في انطلاقات هذا الصباح، في انطلاقات هذا التحدي مع سن اللقاية مع سن المفاجآت وتمهيدي المرموم. وعودة مع شاشة دبي ريسنج، عودة في هذا النقل الحي والمباشر بعد العشر المراكز لمتابعتنا للتغييرات لتبادل المراكز ما بين الجعدان المحليات ما بين هذه الانطلاقات. هناك التغيير من الجانب الآخر اللي غير وبدل حشيم، حشيم ولا زال من البداية حشيم سلطان بسيب بن معضد المشغوني يقدم حشيم على المركز الأول، المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام الصارم ياتي في المركز الثاني خليفة بن محمد بن شاهين المرر يتقدم على المركز الثاني، المرر على المركز الثاني، المركز الثالث، ثالث المراكز شاهين علي بن عبيد بن سعيد الخاطري يتقدم كذلك بهذه الانطلاقات. من الجانب الآخر هذا مجاهد يمع بن سعيد بن علي الزرعي يتقدم في هذه اللحظات في هذا الاندفاع الجميل. ووصول وتحركات بدت كل الأسماء تاتي، هذا مباشر ضاحي بن يمع بن سعيد العميمي يتقدم في هذه اللحظة. وهناك وصل الشاعر بن فطيس وشعاره في هذه الانطلاقات الوسمي، محمد بن حمد بن فطيس يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع الجميل على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات. عودة إلى المراكز الأولى، بدت الأمور، بدت الأوامر، بدت التحديات. الزرعي لا زال ولكن مباشر ضاحي بن يمع بن سعيد العميل
الحليمي وبن فطيس. بن فطيس مقدم لنا الوسمي، سلالة الوسمي العريقة يتقدم بالمركز الثاني، ولكن لا زال مباشر ضاحي بن يمع بن سعيد العميمي على المركز الأول مسيطر، والزرعي على المركز الثالث مجاهد يمع بن سعيد بن علي الزرعي، ولكن الثلاث المراكز ومباشر ضاحي بن يمع بن سعيد العميمي مسيطر على مقدمة الشوط، مسيطر على المركز الأول بن فطيس على المركز الثاني، والزرعي على المركز الثالث، ولكن خلاص مباشر ضاحي بن يمع بن سعيد العميمي. وين السلامات؟ لهالي منازف في العين، لهالي منازف في العين. مباشر ضاحي بن يمع بن سعيد العميمي يقدم هذا الأداء. المركز الثاني وصل فيه الوسمي محمد بن حمد بن فطيس المري. المركز الثالث من وصل فيه مجاهز ليمع بن سعيد بن علي الزرعي. المركز الرابع في وصل في رابع المراكز مشرف لعمر بن نايع بن سالم الشاوي الغفلي. والمركز الخامس هذا حشيم سلطان بن سيب بن معبد المشغوني. هكذا كانت النتيجة، هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام. هذا مباشر هو توقيته الزمني على شاشة التلفزيون وانجازاته السابقة في هذا الميدان الاسبوع الماضي. يضيف كذلك هذا الانجاز ضاحي بن يمع بن سعيد العميمي في هذه الانطلاقات. التوقيت الزمني 6:07 جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، بينما المركز الثاني الوسمي قدم توقيت زمني مقداره 6:08.7 من الثانية. تهانينا للشاعر محمد بن حمد بن فطيس المري على الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث 6:09.9 من الثانية. تهانينا يمعه بن